اوباما، اوباما ده كمان لازم يفوق. اوباما بيفوق ماتش ويريح له ماتشين ثلاثه. اوباما انت كابتن فرقه دلوقتي، من كباتن الفرقه. فالمشكله انت زي ما انت بتقول، لو الزمالك لعب كورته لا هيكسب الوداد في الوداد. انا بقول لك هيكسب الوداد في الوداد. لو فضل على الحاله دي لا هيتغلب، مش هيتعادل، لا هيتغلب. يعني انا شفت فريق سلجاده اللي كان بيلعبوه، فرقه لا حول الله ولا قوه. الزمالك وصل كتير وضيع كتير، بس طب وبعدين؟ كل سنه الزمالك بيحط جمهوره كده، ماتشين يتعادلوا وبعدين بيحصل بعد الشر حاجه، يبتدي حزبه بيرما هوب بره البطوله. لا، الزمالك من اقوى فرق افريقيا كابتن دلوقتي. يعني هو والاهلي، الترجي، الرجاء، صن داونز. وين صن داونز؟ انا اتفرجت عليه مع المريخ، المريخ فرمه. لا، الزمالك لازم اللعيبه، مش كارتيرونا كابتن، اللعيبه جوه بعض تلم بعض، واللعيبه الكبيره تقعد مع اللعيبه الصغيره. انا حاسس ان لا، بن شرقي عايز يمشي، مش مركز، مش عارف مين، عمر السعيد بيلعب شويه، سيف الجزيري مش ده سيف الجزيري، راجع من كاس الامم مش شايف بجد. فاللعيبه هي اللي لازم تلم يعني.